مرحبا حبايبي واهلا فيكم في فيديو جديد على قناتي. قبل لا نبدأ هذا الفيديو حبيت اتشكركم كتير كتير على وصولنا 5000 مشترك. عائلتنا عم تكبر شوي شوي الحمد لله. بتشكر الناس اللي كانت معاي من الاول ولسه مواصلة معاي وعم تدعمني، وبرحب بالناس الجديدة. أدعوكم تشوفوا الفيديوهات القديمة، قناتي كتير متنوعة، أتمنى أنكم تستفادوا منها وكمان اقترحوا علي مواضيع جديدة عشان الفيديوهات القادمة. وبالنسبة لفيديو اليوم رح يكون إن شاء الله فيديو شوبينج، وآخر فقرة رح بشارك معكم مشترياتي، فأتمنى أنكم تستمتعوا بهذا الفيديو. شكرا وأحبكم كتير كتير. سارانيا يوم. أوريكم إيش اشتريت يا بنات. المهم مثل ما شفتوا في المقاطع السابقة وريتكم شوي إيش القطع اللي هي على الموضة حاليا، وبصراحة بالنسبة لي أنا ما بهتم كتير بالموضة، بشتري الأشياء إذا عجبتني وبس، وإذا ناسبتني وناسبت ذوقي وجسمي. فيا المهم خليني أشارك معكم إيش اشتريت هذه المرة. بالنسبة للملابس هذه أو القطعة اللي اشتريتها فهي للمرحلة يعني مرحلة الخريف، لسه ما نبرد كتير، وبعدين لما يصير الجو أبرد فرح بشتري أشياء أو ملابس دافية أكثر. المهم يلا نبدأ. أول شيء هي هذه الكنزة الصوفية اللي انتو شايفيني، يمكن كنت لابستها في أول فيديو عشان الفيديو اللي أو المقاطع اللي شفتوها أول شيء تصورت الأسبوع اللي فات، واليوم يوم الثلاثاء،
وعم اصور باقي المقطع عشان امنتج واحطه هذا الاسبوع. فلهيك المهم اعتقد كنت لابسه نفس هذه الكنزة الصوفية هذه، كتير حبيتها، حبيت الوانها. اصلا انا بحب الالوان اللون البني وبشتري تدرجات وكذا. خليني اوريكم عن قرب، راح كمان تكونوا شفتوها بالانستغرام، حطيت بعض الصور. بالنسبة للفيديو هذا فبس بوريكم القطع منها تنسيقات، التنسيقات رح تشوفوها في انستغرامي، هذا انستغرامي تابعوني. فتيجي مثل هيك، كتير حبيت البني مع الاصفر، يعني كده جاي على ستايل خريفي. اوكي القطعة اللي بعدها هي هذه الكنزة كمان. المهم سلكوا لي انتوا عم تشوفوا، يعني عارفين ايش عم اوريكم. اللون الزهري هذا اول ما شفته كتير جذبني، كتير حبيته. ما عندي ملابس زهرية كتير، فبصراحة كتير حبيتها، كتير كيوت. راح اوريكم اكتر تفاصيلها عن قرب. كتير حبيت اللون. كمان رح تشوفوا، يمكن اخذت، اوكي كمان رح تشوفوها في انستغرام لانه اخذت صور بيها. كمان ايش اشي كتير كتير حبيته وماني متعودة البس الستايل هذا، بالعربي ايش نسميه، بصراحة ما عرفت ايش نسميها باللغة العربية، بس كده تجي كنزة من دون ايدين وخفيفة جدا، تجي يعني تنلبس فوق البلوزات ويجي ظهرها مثل هيك. وكمان رح اوريكم اشتريت لها بلوزة لونها كتير حلو وتطلع كتير كتير فخمة لما تلبسيها كده مع بلوزة. والحين اخر قطعة بالنسبة للجزء العلوي، فهذه الكنزة الصوفية هذه في اللون الاسود. على فكرة انا اشتري كتير قطع في اللون الاسود لانه دائما يطلع فخم، وكمان ضايفين له هذا الديتيلز الكيوت، فعم خليت عليه كتير فخم كده. والايد مثل هيك، اعتقد الموضة الكنزات اللي يجوا بايدين مثل هيك، لانه اغلب الكنزات كان عندهم ايدين مثل هيك. كمان هذا اللي انا لابسه يطلع 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 شكله حلو. الكنزة هذه رح تشوفوا منها عند اختي كمان بس باللون الابيض، دائما نشتري قطع مثل بعض. قلت لكم اني اشتريت بلوزة للكنزة هذيك، وما اخذت بلوزة عادية، اخذت من النوع اللي تيجي كده طويلة، يعني تلبس مثل الفستان، بس ولا بد انك تلبسي شيء تحتها لانهم عاملين كده فتحة من الجانب، من الجانبين من هذا والثاني، فتجي على الركبة يمكن فوقها شوي ويا تجي على الشكل هذا، مفتوحة من هنا وطلعت كتير حلوة مع الكنزة اللي وريتكم من قبل. الحين بنكون انتهينا مع الجزء العلوي. بالنسبة للجزء السفلي فأخذت اثنين جينز، اخذت كده من نفس الشكل وكل شيء بس من لونين مختلفين. بصراحة مؤخرا زدت في الوزن والجينز اللي عندي ما صاروا يطلعوا حلوين، ما صرت احب شكلي فيهم. واخذت النوع هذا اللي يجي يعني من تحت يجي عريض، الستايل هذا كان زمان ورجع كمان ويخلي الجسم يطلع كتير حلو، كتير حبيتهم. كمان الاشي الثاني اللي حبيت فيهم انهم عندهم هنا في القفل كده او في منطقة الخصر هذه فيها مطاط هنا، فلما تجلسي او شي ما يزعجوكي، فكتير كتير حبيتهم. الكواليتي كمان باينة حلوة، بس بنشوف بعد ما ينغسلوا بالغسالة وكده ايش راح يصير فيهم. اخذت هذا اللون وهذا اللون كده. هيك بنكون خلصنا مع الملابس. كمان اخذت اكسسوارز واللي هما حلق، اخذت كده اللي يجي فيها كده ست كتير اشكال، كتير احبهم هدول، كتير اشكال وانواع. انا لابسة كمان منهم،
وكمان اخذت الشكل هذا. مؤخرا بالدرامات صرت بشوف كتير ممثلات كده لابسين مثل الحلق هذا، يعني ما تحتاجي انك تخرمي اذنك او شيء، بس بينحطوه. رح بوريكم انا حاطه وحده هنا، بيطلعوا كتير حلوين، فقلت خليني اجرب. فهدول الاكسسوارز اللي اخذت. فهذا كان كل شيء بالنسبه للمشتريات يا بنات. لما ارجع اشتري ان شاء الله ملابس كده شتويه 100% رح برجع اشاركها معاكم ان شاء الله. سامحوني لاني شوي خربت بالكلام، صورت هذا الفيديو على السريع وحابين اننا نطلع الحين. فيا ان شاء الله رح اعمل لكم اديتين واحطه عن قريب جدا، بكره وبعد بكره. كمان كان من المقرر اني رح بجلس مع اختي اسبوع، بس زدت اسبوع ثاني، فان شاء الله رح نعمل فيديوهات اكثر مع بعض. وفي كثير منكم عم يسالوا عن اختي ليش ما عم تظهر حاليا، ما عم تحط فيديوهات، فرح ترجع عن قريب ورح تحكي لكم كل شيء وايش سبب غيابها. ويا فادعمونا كثير، واذا انتم جداد بالقناه لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد اول باول. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. انيوم. Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.